الثقافة اليمنية دائما في صدارة المشهد السياسي وفي صدارة العمل النضالي، ومبكرا كان المثقف اليمني منذ مطلع القرن الماضي وهو يقارع الفكرة الطائفية والفكرة السلالية ويحمل لواء الحركة الوطنية. ولهذا أغلب رموز الحركة الوطنية في القرن الماضي كانوا أصلا مثقفين، وكانوا من كبار الشعراء وكبار الروائيين وكبار المثقفين في اليمن. ويعني إذا بدأنا نعدد الأسماء ف يعني سنبدأ ولا ننتهي. فكل رموز الحركة الوطنية هم في الأصل كانوا حركة ثقافية، كانوا مثقفين وكانوا منخرطين في العمل الثقافي، والوعي الذي تشكل هو نتيجة هذه المعرفة وهذه الثقافة. الحقيقة المسألة الطائفية في اليمن في الوطن في المنطقة والوطن هي انعكاس أو هي واحدة من مظاهر تعثر الدولة الوطنية في المنطقة، وتعثر الدولة الوطنية وانتصار المد الطائفي كان دائما رهانا للقوى المعادية للأمة العربية وللمشروع التحرري العربي. وتنبأت مبكرا أن المأزق الرئيسي التي ستواجهه المنطقة وستواجهه شعوب المنطقة بتطلعاتها الوطنية والتحررية هو المأزق الطائفي، وهذا تم الإشارة إليه مبكرا من ستينيات القرن الماضي وقبل ستينيات حتى من خمسينيات. وهناك حالات تجسدت وتم دراستها مبكرا من قبل الأجهزة والباحثين الأنثروبولوجيين الغربيين. وأول حالة تم دراستها بتعمق وإدراك الإمكانيات استخدام الحالة الطائفية لتفتيت المشاريع الوطنية كان في لبنان، حيث سخر العشرات أو المئات من الباحثين الأنثروبولوجيين لهذه المؤسسات الدراسية لفهم الحالة اللبنانية بشكل مبكر جدا. ولهذا كانت لبنان دائما هي المقدمة أو الأبرز والمزال الأبرز للحالة الطائفية. لكن الحالة الطائفية أخذت زخما كبيرا مع الثورة الإيرانية ومع قدوم الخميني إلى السلطة، والذي راهن على أن المسألة الطائفية تمثل له امتدادا للمشروع السياسي الفارسي، وكان رهانه للأسف الشديد يتحقق خطوة بخطوة، وجعل المأزق وجعل المنطقة وجعل الشعوب العربية أمام حالة من التشرذم الطائفي لم تعدها حتى في أسوأ حالاتها.